السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أتكلم عن مبدأ الهاملتونيان جراف. أول شيء راح نستعرض المواضيع راح نتكلم عنها: الهاملتونيان باث عند هاملتونيان سايكل أو سيركت، الهاملتونيان جراف عند دايراس ثيورم عند الأوريس ثيورم. أول موضوع راح نتكلم عنه الهاملتونيان باث. A Hamiltonian path in a graph G is a path which includes every vertex of G. بمعنى في مثل هذا المثال راح يحتوي راح نمر على جميع الفيرتكس حتى لو ما مرأنا على جميع الأجز. بمعنى راح نبدأ من هذا الفيرتكس ونمر على جميع الفيرتسز وننتهي عند هذا الفيرتكس. لو شفنا هذا المثال أيضا، بدأنا من هذا الفيرتكس ومرأنا على جميع الفيرتسز وانتهينا عند هذه الفيرتكس. الحين نشوف الهاملتونيان سايكل أو سيركت. هذا ثاني موضوع راح نتكلم عنه. الهاملتونيان سايكل in a graph G is a cycle which includes every vertex in G. هي مماثلة للهاملتونيان باث، ولكن الاختلاف فيها هي نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية. مثل هذا المثال، بدأنا من هذه النقطة أو بدأنا من هذا الفيرتكس ومرأنا على جميع الفيرتسز وانتهينا عند نفس الفيرتكس. لو شفنا هذا المثال أيضا، بدأنا من هذا الفيرتكس ومرأنا على جميع الفيرتسز وانتهينا بنفس الفيرتكس. يعني لو رجعنا لهذا المثال، هذا المثال مستحيل يكون هاملتونيان سايكل. لو مرأنا بهذه النقطة، وهذه النقطة بيكون هاملتونيان باث. ولكن الهاملتونيان سايكل هو ابتداء بنفس الفيرتكس وانتهاء بنفس الفيرتكس. يعني لما بدأنا من هذه الفيرتكس مررنا على هذول الفيرتسز وانتهينا عند نفس النقطة، ما رح يكون هاملتونيان سايكل لأنه ما مر على هذه النقطة. الهاملتونيان جراف. هاملتونيان جراف أو جراف G is a called Hamiltonian if it has a Hamiltonian cycle. يعني الهاملتونيان سايكل هي تعتبر إذا أوجدنا الهاملتونيان سايكل يعتبر أوجدنا الهاملتونيان جراف. It's a phrase that each complete graph Kn has a Hamiltonian cycle whenever n more than or equal to 3. مثل هذا المثال، عندي يكون عدد الفيرتكس في الكومبليت جراف لازم يكون أكبر من أو يساوي 3. فهذه النقاط عندي هذه الفيرتكس عندي 1 2 3 4، فهي أكبر من أو تساوي 3. وإذا بدأنا من هذه الفيرتكس راح نمر على جميع الفيرتسز وننتهي عندها، نقدر نسويها على أي نقطة من هذه النقاط. Consequently, Kn is a Hamiltonian for n more than or equal to 3. Also, Kmn is a Hamiltonian if and only if m تساوي n more than or equal to 3. هذه نمثلها على الكومبليت بايبارتايت. في مثل هذا المثال، عندي قيمة ال n تساوي 2 وقيمة ال m تساوي 3، فهم متساويين و يحققون الشرط بأنهم أكبر من أو يساوي 2. فإذا بدأنا من هذه الفيرتكس راح نمر على جميع الفيرتسز وننتهي عندها، فهي تمثل الهاملتونيان سايكل. دايرس ثيورم. If a G is a graph with n vertex where of G ال n more than or equal 3 and degree للفيرتكس more than or equal n على 2 for every vertex F, then G is a Hamiltonian. نشوف في هذا المثال، عندي الشرط أن تكون عدد الفيرتكس أكبر من أو تساوي 3. عندي في هذا المثال عدد الفيرتكس 1 2 3 4، فهي أكبر من أو تساوي 3، حققت أول شرط. ثاني شرط تكون الدجري للفيرتكس أكبر من أو تساوي n على 2، يعني عدد الفيرتكس على 2. هنا عندي عدد الفيرتكس 4، فهي 4 على 2 عطتني قيمة الاثنين. وعندي الدجري لكل فيرتكس هي 3. هنا عندي ال A 1 2 3، ال C 1 2 3، وال D وال B أيضا لهم القيمة 3. فهذا يمثل الدايراس ثيورم، بأن عندي قيمة كل فيرتكس أو الدجري لكل فيرتكس أكبر من أو تساوي الاثنين، فهي حققت شروط الدايراس ثيورم، فهي تعتبر هاملتونيان جراف. ولكن لا تمثل العكس، إذا لم تكن دايراس ثيورم هذا لا يعني أنها ليست هاملتونيان جراف. الأوريس ثيورم. A simple graph with n vertex where n أكبر من 2، يعني عدد الفيرتكس أكبر من الاثنين،
إذا هاملتونين if the sum of degree of every pair of non-adjacent is at least n. بمعنى لازم يكون عندي عدد النود أو الفيرتكس أكبر من 2، فهنا عندي عدد الفيرتكس 1 2 3 4 5، فحققت أول شرط. ثاني شرط بأن يكون درجة كل 2 فيرتكس ليس متجاورين أكبر من أو لها القيمة أقل قيمة قيمة أو عدد الفيرتكس. فعندي هنا مثلا البي والإي هي non-adjacent vertex، فنحسب عدد الدجري لهم. عندي البي 1 2 والإي 1 2 3، فهي 5. وعندي كم نود أو كم فيرتكس؟ 5. فالخمسة أقل أكبر من أو تساوي 5 حققت الشرط. عندي الأي والدي non-adjacent vertex، فعندي قيمة الدجري للأي 1 2 3، قيمة الدجري للدي 1 2 3، 3 زائد 3 6، فالستة أكبر من أو تساوي 5 حققت الشرط. راح نروح للفيرتكس بي وسي. البي وسي non-adjacent vertex، وعندي قيمة الدجري لهم 1 2 3 4 5، 5 أكبر من أو تساوي 5، فهي حققت الشروط للأورس ثيورم. بما أنها حققت الشروط للأورس ثيورم، إذا فهي هاملتونيين جراف، ولكن لا تمثل العكس. إن لم تكن أورس ثيورم لا تعني أنها ليست هاملتونيين جراف.